بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث بمدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، معكم أستاذ تامر لبان مدرس اللغة العربية ودرس قطرة ماء. درس اليوم هو الجزء الثاني من درس قطرة ماء. خدنا المرة اللي فاتت الجزء الأول من درس قطرة ماء، وعرفنا إن الأب والأم شافوا ما شاهد لإهدار ماء النيل، وده أثار غضب الأب والأم طبعا، لأن النيل هو مصدر الحياة والنيل هو سر حياتنا. فطبعا باسم وبسمة استغربوا من سبب الغضب ده، وبدأوا يقولوا لنا على بعض الأفكار اللي تحل مشكلة إهدار الماء. تعالوا نكمل مع بعض الجزء الثاني ونقرأ ونشوف هيعملوا إيه. يلا معايا كده. قطرة ماء، قطرة ماء، قطرة ماء. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في المياه. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في استخدام الماء. قالت بسمة: وأنا أيضا. قال الأب: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي الحياة، قطرة الماء بتساوي الحياة. قالت الأم: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. نقرأ مرة أخرى. قطرة ماء، قطرة ماء. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في المياه. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. قالت بسمة: وأنا أيضا. قال الأب: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي الحياة. قالت الأم: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. طبعا ده الجزء الثاني من درس قطرة ماء. بنستكمل مع بعض بعض الأفكار اللي هم قالوها لحل مشكلة إهدار المياه. طيب عاوزين نطلع مع بعض كلمة بها مد بالألف على طول. طبعا قدامي قالت ماء، قال أسناني، باسم، أنا، أحسنتما، كل ده في مد بالألف. عايز مد بالياء مع بعض كده. في مد بالياء، أسناني فيها مد بالألف ومد بالياء، زملائي فيها مد بالياء. طيب عايزين مد بالواو، نشوف كده في مد بالواو. الصنبور، الصنبور فيها مد بالواو. عايز لام قمرية، شوف الناس كده معايا، يلا اشتغلوا معايا. لام قمرية، تمام. كلمة الفواكه فيها لام قمرية، الخضروات فيها لام قمرية. طيب لام شمسية، لام شمسية، الصنبور فيها لام شمسية. طيب تعالوا كده نشرح القطعة ديت. طبعا احنا المرة اللي فاتت قلنا ان باسم قال ان هو مش هيستخدم او مش هيغلق الصنبور بعد غسل اليدين مباشرة. الام هنا قالت فكرة تانية، قالت انا سأغسل الفواكه والخضروات في اناء به ماء. هتجيب اناء فيه ماء وتحط فيه الفواكه والخضروات وتغسلها، خلاص. يعني بدل ما تغسلها تحت الصنبور مباشرة وتهدر كثيرا من الماء، هتغسل الخضروات في إناء به ماء. الأب قال كمان إيه؟ أنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. لما أجي أغسل سناني هستخدم كوب من الماء أغسل بيه أسناني، بعد ما أستخدم إيه؟ الفرشة والمعجون، أغسل أسناني بكوب من الماء. قال باسم: أنا كمان هقول لأصحابي إن هما ما يصرفوش في استخدام الإيه؟ المياه. وبسمة قالت الكلام دوت. طبعا الأب رد عليهم قال لهم: أحسنتما، طبعا لان قطرة الماء بتساوي الحياة، وزي ما قال الله تعالى في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، اي لا تتجاوزوا الحد في الاستخدام، انه لا يحب المسرفين، لان الله لا يحب الانسان المسرف. الاسراف ليس فقط
في المياه ولكن في كل شيء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا نسرف في الأكل، لا نسرف في الشرب، لا نسرف في المياه حتى لا نضيع. طيب تعالوا نشوف بعض المعاني اللي موجودة على القطعة ديت. هنا الكلمة والمفرد كوب جمعها، كوب جمعها أكواب، كوب جمعها أكواب، كوب جمعها أكواب، كوب جمعها أكواب. الإسراف معناها التبذير، الإسراف معناها التبذير، الإسراف معناها التبذير. إناء جمعها أوان، إناء جمعها أوان، إناء جمعها أوان. الإسراف عكسها الاعتدال، الإسراف عكسها الاعتدال، الإسراف عكسها الاعتدال. زملاء مفردها زميل، زملاء مفردها زميل. تعالوا نقراهم تاني. كوب جمعها أكواب، كوب جمعها أكواب. الإسراف معناها التبذير، الإسراف معناها التبذير. إناء جمعها أوان، إناء جمعها أوان. الإسراف عكسها الاعتدال، الإسراف عكسها الاعتدال. زملاء مفردها زميل، زملاء مفردها زميل. تعالوا نشوف بعض الأسئلة على القطعة ديت. كيف ستحافظ الأم على المياه؟ إزاي الأم هتحافظ على كل قطرة ماء؟ إزاي الأم هتحافظ على المياه؟ هنقول اهو، الأم قالت إيه بقى؟ سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، يعني مية متجددة على طول بدل ما أغسلها تحت الصنبور مباشرة. يبقى ده إجابة الأم إنها هتحافظ على المياه إزاي. كيف سيحافظ الأب على المياه؟ قال الأب وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. يبقى الأب هيعمل إيه؟ هيغسل أسنانه بكوب من الماء. طيب باسم هيطلب إيه من زملائه؟ سيطلب باسم من زملائه عدم الإسراف في استخدام المياه، عدم الإسراف في استخدام المياه. طيب نشوف تدريب كمان. عايز أرتب البطاقات وكون جملة. عندي الحياة، النيل، مصدر. الحياة، النيل، مصدر. طبعا سمع ناس بتجاوب سهلة جدا، النيل مصدر الحياة. نشوف الجملة بعدها. الصنبور بعد سأغلق وجهي غسل. ها يلا سيب لكم فرصة تفكروا وتجاوبوا. الصنبور بعد سأغلق وجهي غسل. ها طبعا اهو سأغلق الصنبور بعد غسل وجهي، سأغلق الصنبور بعد غسل وجهي. الخضروات إناء ماء أغسل به فيه. ها كلام الأم قالت إيه؟ ها قالت الأم أنا أغسل الخضروات في إناء به ماء، أنا أغسل الخضروات في إناء به ماء. نشوف التدريب بعد كده. حلل إلى مقاطع صوتية. ال فا وا كي هو، أهي ال فا وا كي هو. أس نا ني، ثلاث مقاطع اهو. أس نا ني. الخضروات، المقطع خد اثنين را ثلاثة و أربعة والتاء، خمس مقاطع. الخضروات دي المقاطع الصوتية. طيب في سؤال بقى احنا كده عاملينه مسابقة واتمنى ان كل الطلبة تجاوبني عليه. كيف ستحافظ بسمة على كل قطرة ماء؟ يلا اللي هيتفرج على الفيديو يجاوب على السؤال ده خلاص ويجيبه بسرعة. كيف ستحافظ بسمة على كل قطرة ماء؟ كيف ستحافظ بسمة على كل قطرة ماء؟ وبكده يبقى احنا انتهينا من درس قطرة ماء، وإلى اللقاء في دروس أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.